أولا هاد الصورة اللي عطا مشكور المستمع الكريم نميلو ما نطيحش. علاش؟ لأن ملي كنطيح أصعب أنني نهض على ملي كنميل. يعني إلا ملت غادي نعوج الطريق وندوز. فهنا بحال اللي قلت راني تكلمت قبيلة على واحد الشيء اللي هو أنا خاصني نكون مستعد نفسيا أنه أنا غادي ندير كل شيء باش ننجح تحقيق واحد الهدف او لواحد بروجي او لهذا، ولكني راه دائما كنكالكول لي ريسك، يعني كنكون عندي توقعات، كنكون عقلاني، كنشتغل بواحد الطريقه عقلانيه، كنخلي واحد الهامش ديال ربما الهامش فعلا هذا من واحد الجانب. هذاك الهامش اللي كنخلي ما خصوش يولي حاجز، راه تكلمنا عليها. من جانب اخر وهذه مهمة نذكروها لحنان، التخطيط حيت كنلاحظ بالأخص الشباب بلا ما نديرو يعني داك لي جينيراليزاسيون التعميم، التخطيط راه ما خاصوش يكون عاوتاني تخطيط يعني اللي أكثر من 100% ما كيخلي حتى شي ركن لشي حاجة اللي تقدر تجي وتغير ليا داك المسار وغادي يكون أفضل ليا فداك يعني فداك البروجي. إلا فهمتيني لحنان، مثلا أنا غادي أنا كنخطط ولكن فداك التخطيط بان ليا يقدر يبان ليا أنني خصني نغير، فأنا هنا عاوتاني المرونة والذكاء الاجتماعي والذكاء ديال بزاف الحاجات، هنا خصني نكون أنايا مستعد للتغيير والتجديد.